لمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت السيد نضال السبع، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد السبع معنا في هذه الجولة الإخبارية للمشرق العربي. ما المنتظر من هذا اللقاء التشاوري بين نجيب ميقاتي والوزراء الذين قاطعوا الجلسة الماضية؟ بداية تحياتي لك ولضيوفك الكرام. يعني هذه الجلسة أولا جاء عقدها بعد لقاء الرئيس نجيب ميقاتي مع البطريرك في بكركي، خاصة بعد أن أثار الوزير جبران بيسيل أن المكون المسيحي كان غائبا عن جلسة الحكومة التي حدثت قبل أسبوع، وطبعا هذا أمر غير دقيق. يعني الوزير جبران بيسيل حاول، وهو يمتلك الثلث المعطل داخل الحكومة، طبعا يعني الحكومة من 24 وزيرا وكان من المفترض أن يمون على 8 وزراء وبالتالي يبطل عمل هذه الحكومة، ولكنه لم يتمكن خاصة بعد مشاركة الوزير الأرمني، وبالتالي العدد الوزراء الذين لم يشاركوا في الجلسة الماضية هم 7 وزراء محسوبين بالكامل على التيار الوطني الحر، وهم جزء من حصة رئيس الجمهورية الرئيس ميشيل عون، ولكن هذا عمليا لم يمنع الرئيس نجيب ميقاتي من الاستمرار بسير انعقاد هذه الحكومة، وهذا ما أدى إلى انفجار يعني أو إلى الصدام ما بين الرئيس نجيب ميقاتي والثنائي الشيعي والوزير جبران بيسيل من جهة أخرى. الرئيس نجيب ميقاتي بمحاولة يعني إصلاح الأمور عقد بالأمس اللقاء التشاوري، ويبدو أنه تم تكليف 4 وزراء، وزير التربية وهو قاضي، وزير العدل وهو قاضي، وزير الداخلية وهو قاضي، ووزير الثقافة أيضا وهو قاضي، وعمليا أصبح الأمر الآن بإحدى القضاة 4 الممثلين داخل الحكومة من أجل أن يضعوا جدولا لبرنامج الحكومة، لأنه لا يمكن يعني تعطيل البلد لمجرد أن الحكومة عمليا حكومة تسيير أعمال، خاصة أن العناوين التي طرحها الرئيس نجيب ميقاتي في الجلسة الماضية هي تتعلق بموضوع الدواء وموضوع الكلى، فعمليا يعني الوزير جبران بيسيل تحت عناوين صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن الرئيس نجيب ميقاتي يعني يعتدي على صلاحيات رئيس الجمهورية يريد أن يعطل هذه انعقاد هذه الحكومة. بالأمس يعني يبدو سيد السبع أن الخلاف يعني ما بين يعني مقتضيات الأمور الدستورية والقانونية في مثل هذه الأحوال ومقتضيات الضرورة، كون لبنان يعاني من شغور رئاسي، أيضا هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال منذ عدة أشهر، وبالتالي من يحدد ما المفروض أن يتم؟ يعني الضرورات تبيح المحظورات، هو من المفترض أن يعقد الرئيس نجيب ميقاتي أن يسير الأعمال ضمن النطاق الضيق، ولكن علينا أن نتذكر جيدا أنه في عام 2007 حكومة الرئيس فؤاد السنيورة برغم من مغادرة المكون الشيعي الثنائي الشيعي لهذه الحكومة عمليا استمر بعقد جلسات الحكومة، أيضا بعام 2014 عمليا الرئيس تمام سلام استمر لمدة 2.5 عامين، وكان التيار الوطني يشارك في أعمال هذه الحكومة برغم أنه لم يكن هناك رئيسا للجمهورية. ماذا يريد الوزير جبران بيسيل؟ عمليا هو عطل انتخاب رئيس الجمهورية وليس لديه أي مرشح إلا جبران بيسيل، وبالتالي هو يرفض انتخاب معوض ولا يريد قائد الجيش ولا يريد سليمان فرنجي، وهو عمليا يحشر حزب الله ويحشر الثنائي الشيعي حتى يتخلوا عن ترشيحهم للوزير سليمان فرنجي، وبالتالي يتبنون ترشيحه، وبالتالي عمليا هو عرقل انتخاب رئيس الجمهورية، وهو عرقل أيضا تشكيل الحكومة، وعرقل أيضا أعطاء الثقة للحكومة الحالية، وهو يريد أن يعني إفراغ تام وإدخال البلد في الفراغ التام، وبالتالي يحاول من خلال هذا الأسلوب أن يدفع البلاد نحو الفوضى، وبالتالي أن يكون جبران بيسيل ممرا إلزاميا لكل اللبنانيين وأن يذهبوا لانتخابه. بكل الأحوال أنا باعتقادي الآن أنه الرئيس نجيب ميقاتي أولا هو نجح بعقد الحكومة قبل حوالي الأسبوع، وكان حاول الوزير جبران بيسيل يعني أن يستبق زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى المملكة العربية السعودية حتى يقول للسعوديين عمليا هذه الحكومة غير شرعية والرئيس نجيب ميقاتي غير عاجز وأعاجز عن عقد هذه الحكومة، يعني تبين أن الأمور مختلفة وأن الرئيس نجيب ميقاتي قادر على عقد هذه الحكومة، وهو تمكن من عقدها واستصدار قرارات خاصة
تلك المتعلقة بشؤون الحياتية للناس اليومية كتلك المتعلقة بموضوع السرطان وموضوع الكلى.